السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي. معكم سمورة. فيديو اليوم ان شاء الله نعمل معكم واحد هكا كروشيه ديال النجوم، لانه هاد النجوم فغنحتاجوهم بزاف ان شاء الله في الكشكولات، في البطانيات او الافريشه، وهذا للزينه الا بغيتوا هكا تزينوا في غرف الاطفال. وسبق لي قلت لكم كشكول ممكن تزينوه بالقلوب، فقلت علاش لا من القلوب. انا سبق لي عملتها في القناة، فقلت علاش لا من عمل، وقلت لكم ممكن تزينوه بالنجوم، فقلت علاش لا من عمل لكم هاد النجوم. فيديو بسيط وسريع، ممكن انكم بطبيعة الحال غتستافدوا منه. هادو هما الخيوط اللي استعملت والسنارة المناسبة لمقاس الخيط. عملت الدائرة السحرية، وداخل هاد الدائرة فغادي اول حاجه غنرتفع جوج غرز طبيعه الحال، غنرتفع 2 غرز، وداخل هاد الدائره فغادي نعمل 14 نصف عمود، 14 نصف عمود بالاضافه الى 2 غرز ارتفاع، فغادي يصبح لنا المجموع 15 نصف عمود. ممكن تعملوا عمود بلفه، انا عملت نصف عمود لانه بغيت النجوم يكونوا صغارين، خصوصا اذا كنا غنعملوا كشكولات خاصه بالاطفال، فمن الافضل يكونوا النجوم صغارين. اذا انتم غتعملوا تزينوا هاد القلوب، هاد النجوم بكشكولات كبار او بطانية، ممكن تستعملوا عمود بلفة، يعني تعملوا الدائرة السحرية، داخل الدائرة غترتفعوا 3 غرز ارتفاع، ثم داخل الدائرة غتعملوا 14 عمود بلفة. انا كما قلت فغنزيد، ممكن انزينهم بكشكولات خاصة بالاطفال، فعملت نصف عمود. من بعد ما كملت فغادي نحتاجهم، يعني غادي نعمل كشكول هكا خاص بالاطفال. فقلت علاش لا ما نوريكمش في الفيديو وهكذا الكل يستافد، ماشي غير انايا. من بعد ما كملت فغادي نعمل مزلقه في ثاني غرز، لانه حنا عملنا ارتفاع 2 غرز، فغادي نعمل مزلقه في ثاني غرزه. نحاول نسحب الخيط باش تغلق لي الدائره، ثم غادي نعمل ارتفاع ديال 5 غرز، ارتفاع 5 غرز على هذا الشكل. هذا في اول غرزه غادي نعمل منزلقه، فغنشكل اول زاويه ديال النجمه. ثاني غرزه فغادي يكون الحشو، ثالث غرزه نصف عمود، واخر غرزه عمود بلفه. هكا نكون كملت السلسله اللي عملنا بشكل تزايدي نصف عمود. فغادي مباشرة غادي نترك غرزة، أترك غرزتين عفوا، غادي نترك غرزتين، وفي الثالثة فغادي نعمل منزلقة على هذا الشكل. هكا كنكون كملت أول زاوية من النجمة. غادي نرجع مرة أخرى نعمل غادي نعمل ارتفاع 5 غرز، فهذه نجمة خماسية وليس سداسية. مش هكذا انتشطوا بعض التعليقات، هذه نجمة يعني خماسية بحال النجوم اللي كنا اللي كنشوفهم هكا في السماء، ورا هكا كزينة وليس سداسية. أول غرزة منزلقة، ثاني غرزة حشو، ثالث غرزة نصف عمود، وآخر غرزة عمود بلفة. كما قلت ممكن تعملوا هاد النجوم بألوان مختلفة، فكيعطي واحد الجمالية خصوصا البطانيات الأطفال. فغنترك غرزتين، وفي ثالث غرزة منزلقة، وغنكرر نفس الطريقة، ثالث غرزة منزلقة وغنكرر نفس الطريقة. كما قلت فكتجي هكا، خصوصا إذا كان كشكول عادي سواء عملته بالنول الدائري او المستطيل او هكا بالحشو او اي غرزة سهلة غرزة بسيطة، وتزينوا بهاد النجوم بالالوان او القلب بالالوان، فكيعطي واحد الجمالية اكثر واكثر لهذيك القطعة اللي انتم ما عملتو. فانا كنحاول نعمل فيديوهات برغم القوانين الجديدة اللي كنا في اليوتيوب، اللي انتم كنظن ان اغلب الناس سمعوها، ديال منظمة كوبا الخاصة ب يعني بصغير هكا خاصة بالاطفال، حماية الطفل. فالفيديوهات الخاصة بالاطفال او انهم يعني المهم فيديوهات خاصة بالاطفال فغادي يتحدفوا في تقريبا هذا القانون، فغادي يطبق في
واحد من الشهر من السنة الميلادية الجديدة يناير. فكنتمنى إن شاء الله هاد القوانين ما تطبقش، لأن باقي التصويت. فكنتمنى إن شاء الله، لأنه يعني حتى هاد الألوان كما كنشوف هاد الألوان الزاهية، فإذا كانوا في القناة فممكن يتحذفوا هاد الفيديوهات، ممكن غرامات. فمع القوانين الجديدة فكيخليو الإنسان أنه ما يتشجعش أكثر أنه يوضع فيديوهات، لأنه ولا كيشك في الفيديوهات ديالو. ف كنتمنى إن شاء الله القانون ما يتطبقش بطبيعة الحال. إذا بغيت تعرفوا هكا فكرة أكثر، ففين كاين في اليوتيوب غتلقاو فقط عملوا كوبا سي او بي بي ا وحماية الطفل، القوانين في اليوتيوب، وغتسمعوا أكثر وغتعرفوا أكثر بهذه القوانين الصارمة. من بعد ما عملت مزاريقة، فغادي نحاول أنني هذا هو الشكل ديال النجمة. بالنسبة لآخر نجمة هذه اللي كنوريكم دابايا، فأنا يا هي الحجم ديال أكبر من هذا اللي عملت، لأنه عملتها بعمود بلفة، وهادو هما الألوان اللي أنا استعملت، ألوان زاهية وهكا مختلفة. ممكن تعملوا لون واحد بطبيعة الحال، وهذا هو الشكل النهائي. سريع، كاين أشكال، كاين طرق كثيرة باش تعملوا النجوم، لكن هذه من أسهل الطرق، وهذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى إن شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتطبقوه، باش هكايا تزينوا كل المشغولات ديالكم. انا كنعمل هكا كما قلت، فيديو يكون معمق وفيديو خفيف، باش ما نغيبش عليكم في القناة. وانا اي حاجة كنعملها في القناة فانا كنستفد منها، انا اولا كنستفد منها. فقلت علاش لا، حتى نتوما ما تستفدوش منها. مثل هاد النجوم فانا محتاجاهم، محتاجة في المشغولات ديالي، فقلت علاش لا ما نصورهمش في نفس الوقت، نصورهم معاكم وهكذا، فغادي يبقاو ليا وانتم ايضا غادي تستافدوا بطبيعة الحال. ما شاء الله، نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله تعالى. دمتم بخير، مع السلامة.